السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أخبار الوظيفة، مرحبا بكم. فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد. فيديو اليوم إن شاء الله سنتحدث فيه عن مباراة القوات المساعدة المخازنية رجال الصف لسنة 2023. غادي نطرق لكم على الشروط المطلوبة ثم عن الموعد الذي من المحتمل أن يتم فيه الإعلان عن المباراة. إذا كما كتعرفوا فكل سنة كتكون مباراة القوات المساعدة المخازنية رجال الصف، سواء يعني من جعراء أو أولوز. الشروط المطلوبة في هذه المباراة أن يكون مترشح ذو جنسية مغربية، عازبا دون سوابق عدلية، أن يكون مؤهلا بدنيا، أن يتوفر على قوة بصرية جيدة على الأقل 16/20، لأنه كيطلبوا النظر في هذه المباريات سواء القوات المساعدة أو مباريات الأمن، بمعنى جميع المباريات العسكرية وشبه العسكرية ضروري كيطلبوا النظر. أن يتوفر على قوة سمع جيدة، كذلك خاص المترشح على الأقل يكون فيه 1.70 متر، لأنه كيطلبوا الطول. وبالنسبة للمستوى الدراسي المطلوب، خاص المترشح يكون عنده مستوى السلك الثانوي التأهيلي أو دبلوم تأهيل المهني، بمعنى المترشحين اللي ما عندهمش مستوى السلك الثانوي التأهيلي يمكن لهم يدفعوا، ولكن ضروري خاص يكون عندهم دبلوم تأهيل المهني. إذا كما لاحظتم فهذه الشروط المطلوبة. بالنسبة لموعد المباراة، يعني ما كاينش موعد محدد بالضبط، لكن كيبقى احتمال وارد، فإن المباراة غالبا غيتم الإعلان عنها إن شاء الله في شهر 10 أو شهر 11 كما كان خلال السنة الماضية، يعني كتكون أواخر السنة إلا إذا ما كانش هناك شي تغيير. وأنا أي جديد غادي نوفيكم به عبر قناتي أخبار الوظيفة. في الأخير كنتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم، ما تنساوش الدعم والاشتراك وقوموا تفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد، وبالتوفيق والسلام.